لو كريم احمد زميلي العزيز جاهز يا سمير، يلا نروح بسرعه نشوف كريم احمد معاه ايه جديد ونرجع لحضراتكم على طول. كريم احمد اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن ميدو، برحب بيك بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي وملعب الاهلي في كل مكان. مباراه هامه اكيد ومرتقبه، الاهلي وفريق النجوم، احدى المباريات المؤجله من الاسبوع الثاني عشر من بطوله الدوري العام. زي ما اكدنا وقلنا قبل كده يا كابتن ميدو، تلاحم كبير جدا للمباريات، لكن يمكن النادي الاهلي خلال المباريات الماضيه سواء للاداء والنتيجه النادي الاهلي بيحقق الهدف المطلوب، لان في ظروف كثيره جدا تحيط بفريق النادي الاهلي، غيابات لعيبه بتعود، لعيبه بنفقدها، يمكن كل مباراه بناكد على هذا الامر، لان الظروف صعبة جدا مع الكابتن محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني حتى هذه اللحظة، طبعا بعد تولي المدير الفني الأرجواني طبعا مستر مارتن لاسارتي، اللي كان في مؤتمر صحفي هام جدا اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. تساؤلات كانت عديدة جدا طبعا زي ما الجميع تابع، كل الإعلام كان متواجد، الصحفيين النقاد الرياضيين، الجميع كان مهتم بشكل كبير جدا على أن يكون المدير الفني لفريق النادي الأهلي في أسئلة موجهة ليه عن الطموحات، البطولات القادمة، لعيبة كثير جدا، في نجوم كثير جدا في فريق النادي الأهلي. يمكن زي ما تابعنا طبعا وشفنا من خلال المؤتمر الصحفي على شاشه قناه النادي الاهلي، بنتمنى اكيد للجهاز الفني بالكامل سواء لمستر مارتن، كابتن سيد، كابتن يوسف، الجميع بصراحه ان شاء الله باذن الله خلال الفتره القادمه يكون دعم ومسانده، والمسانده مطلوبه كمان ايضا من جمهور النادي الاهلي اللي عليه دور كبير جدا خلال الفتره القادمه. يمكن زي ما اكدنا وقلنا كان في تريث كبير جدا من مجلس اداره النادي الاهلي والمشرف العام على الكوره طبعا الكابتن محمود الخطيب في اختيار يعني المدير الفني الانسب لفريق النادي الاهلي بشخصيه النادي الاهلي بطموحات النادي الاهلي، وبالفعل قدر النادي الاهلي من ابنائه يكون في جهاز فني مميز، كل التوفيق ليه وكل الدعم، واكيد زي ما بنقول وبناكد جمهور النادي الاهلي عليه دور كبير جدا في مباراه الدوري العام في البطوله الافريقيه، لابد يكون في مسانده حقيقيه لان النادي الاهلي باذن الله سيتوج ببطوله الدوري العام، البطوله الافريقيه ستكون قويه وبطوله شرسة جدا، لكن عندنا لاعبين عائدين، عندنا صفقات كمان هتكون معانا خلال الفتره القادمه. خلاص يمكن الامور فنيا استقرت بالنسبه للنادي الاهلي والجهاز الفني، يبقى الدور الكبير جدا على لاعبي النادي الاهلي اللي عليهم دور كبير خلال المرحله القادمه، وايضا كمان جمهور النادي الاهلي عليه الدور الاكبر في المسانده والدعم. لو بنرجع كابتن ميدو لمباراه اليوم الاهلي والنجوم على استاد السلام في الساعه 7 مساء، قائمه تتكون من 20 لاعب على راسهم الشناوي وعلي لطفي، هشام محمد، اسلام محارب، احمد حمودي، مؤمن زكريا، وليد ازارو، ايمن اشرف، عمرو السليه، كريم ندبد، محمد شريف، سليف كولوبالي، احمد حمدي، ناصر ماهر، محمد هاني، وميدو جابر، باسم علي، احمد الشيخ، واحمد علاء، ومروان محسن. يمكن تم اختيار 20 لاعب لهذه المباراه، اللعيب طبعا كل لعيب متواجد في القائمه هو جاهز فنيا وبدنيا، لكن الجانب الاخر والامر الاخر طبعا احنا بنتكلم عليه دايما ان في غيابات كثيره، في لعيبه خلاص في المراحل النهائيه من التاهيل، اكرامي، وليد سليمان، حسام عاشور، احمد فتحي، علي معلول، صلاح محسن، جونيور اجاييه، ومحمد نجيب. يمكن دي ابرز الغيابات اللي هتكون النهارده غايبه عن فريق النادي الاهلي، لكن لو بنطمن الجمهور بشكل عام حسام عاشور ان شاء الله يكون متواجد، وليد سليمان هيكون متواجد، وشريف اكرامي ايضا سيكون متواجد في مباراه العوده اللي حابين نتكلم عليها سريعا يا كابتن ميدو. طبعا تم تاجيل مباراه العوده امام فريق جيما بطل اثيوبيا ليوم 23 من الشهر الجاري، كان المفروض ان يكون المباراه يوم 21، والنادي الاهلي بالفعل تم تجهيز كافه الاساليب الخاصه بها، السفر، الاقامه، التنقلات هناك في اثيوبيا على ان تكون المباراه يوم 21، لكن خلاص هيكون في ترتيب اخر خلال الايام القادمه بنسبه كبيره جدا، سيكون السفر يوم 19، هيبقى يمكن في 3 أيام تدريبتين على الملعب الرئيسي طبعا اللي هيخوض عليه النادي الاهلي مباراه العوده، ثم المباراه ستكون يوم 23، واكيد بالتاكيد مباراه الداخليه اكيد هتكون مؤجله بشكل كبير جدا، لان النادي الاهلي يوم 23 هيكون خارج القاهره في اثيوبيا، وقت ضيق جدا يكون في يومين والنادي الاهلي يلعب مباراه الداخليه، فاكيد طبعا متروك هذا الامر للجنه المسابقات الحاج عامر حسين، بس بالتاكيد طبعا من خلال رؤيتنا ومن خلال طبعا خبرتنا في المباريات خلال الفتره الماضيه سيتم تاجيل مباراه الداخليه، لكن زي ما بناكد وبنقول النادي الاهلي في كل الاحوال لابد يكون جاهز، لعيبه النادي الاهلي خلاص زي ما اكدنا وقلنا المدير الفني موجود، الجهاز الفني موجود في استقرار خلال الفتره القادمه، وده الشيء اللي أكد عليه كل مرة، لأن النادي الأهلي ولاعبيه مطلوب منهم دور كبير جدا لاستعادة الأمجاد، لاستعادة الانتصارات، جمهور النادي الأهلي متعطش بشكل كبير جدا لفرحة كبيرة وانتصار كبير سواء في بطولة الدوري العام أو بطولة كأس مصر والبطولة الأهم والأقوى هي البطولة الأفريقية. مستمرين معاك يا كابتن ميدو مع كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي وملعب الأهلي وأجواء خاصة وحصرية على شاشة قناة النادي الأهلي لمباراة الأهلي والنجوم. عودة ليك يا كابتن ميدو وكل نجوم الاستوديو التحليلي. شكرا جدا ليك يا كريم على هذه التغطية المميزة، دايما بصراحة كريم يعني أحمد دايما بيبقى عنده تغطية مميزة جدا لكل الأحداث وبيلم كل الأحداث، شكرا جدا يا كريم، ودايما كده في تقدم
الزميل كريم احمد. عايز اكمل بقيه الاخبار مع حضراتكم. قلت لكم الاهلي